فخبرنا أول شيء عن فكرة المسلسل. فكرة المسلسل هذا أول برنامج غربي بيعطي قصة العرب والعراقية من وجهة نظر العرب، واللي أنتجوا Channel 4 من UK، وقصة محسن خضر الخفاجي، هذا الدور اللي بلعبه أنا، عم بيحاول إنه يدير باله على بناته، وهو كان خسران كل شيء من حياته، مرته توفت وابنه كمان، هذا قبل ما يبلش قصتنا. وخلال الحرب اللي عم بيصير هو عم بيحاول إنه يدير باله على بناته، يلاقي واحدة منهم إنه اختفت والتانية بده يعالجها. بيصير بيشتغل مع الجرين زون، مع الأمريكان والإنجليز. هاي القصة، it's a detective story بنفس الوقت، يعني قصة عائلية وإنسانية. صحيح، حلو. طب استاذ وليد، نحن بنعرف اكتر شيء يعني القضايا او المحتوى اللي بيكون مثلا رايح تاريخي او في حقبه معينه من الزمن صار فيها مثلا حدث في اقبال كتير كبير، مثلا انت قلت لي بغداد ومثلا في هذه القصه وعن هذا الشخص، انا تلقائيا بدي اروح احضره مثلا بكره. هل هذا الشيء بيساعد للمنتجين او حتى المحتوى المسلسل ينحضر اكتر من غيره؟ بيساعد، بس بنفس الوقت يعني البرنامج عن العيلة، ومش يعني مش عن الحوادث اللي صارت بالتاريخ أو حوادث سياسية. برنامج يعني إنه أي حدا بيقدر يشوفه، وفيه كتير انترتينمنت من هاي الناحية، وvery character driven القصة. والكتابة يعني الكتابة كتير الكاتب كتير موهوب، وكتب يعني عن حياة الناس العادية، وكيف الواحد بيكون مع بناته، كيف الواحد بيكون مع أهله، ويعني ما في يعني من وجهة نظر documentary، كلها fictional، بس يعني بيصير بالهيستوريكال كونتكست اللي احنا كلنا شاهدناها اللي صار بالتاريخ.